أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هذه فقرة خاصة جدا ورسائل للمحبة والسلام لكل أخواننا المسيحيين. بالتأكيد عيد ميلاد مجيد وبنقول لهم كل سنة وأنتم دائما طيبين وبألف خير. معنا القس لوغا بوليس، أهلا وسهلا بك وكل عام وأنتم بخير. أنت بخير. إذن مشاهدينا، رسائل المحبة والسلام في ظل التعايش بالتأكيد السلمي والديني. وأنتقل مباشرة للناحية الثانية. أهلا وسهلا، نبارك لكل الأخوان المسيحيين بمناسبة الأعياد المجيدة. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا، إحنا يعني في ظل هذه الفقرة نرسل رسائل المحبة والسلام. السودان الذي يسع الجميع بكل المحبة، وأكرر التهاني والتبريكات لإخواننا المسيحيين. أهلا وسهلا بك القس لوكا، وأعياد مجيدة إن شاء الله. شكرا لقناة النيل الأزرق. خلينا نقرأ بعض كلمات كتابية بخصوص ميلاد السيد المسيح حسب إنجيل متى القديس الأصحاح 1 العدد 21 و22. يقول الوحي المقدس: فستلد ابنا وتدعى اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله كان لكي يتم قيل من الرب النبي القائل: هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعى تدعونه اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معانا. والنص آخر في إنجيل القديس لوقا الأصح 2 الآية 14: وظهر بغتة من الملائكة جماهير من الجنود السماء مصبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هذه النصوص الكتابية حقيقة أحب أن أشارك بها، وهي بتعكس عدد أربع رسائل أساسية بالنسبة للميلاد. منها أولا الرسالة الأولى، رسالة المسيح جاء ليخلص الشعب من خطاياهم. الرسالة الثانية من ميلاد المسيح هي رسالة المحبة، لأن الكتاب يقول: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فدافع الله في خلق الإنسان، الله خلق الإنسان بدافع الحب وبدافع المحبة. لذلك الحياة الإيمانية المسيحية مرتبطة بالمحبة. وأيضا الرسالة الثالثة هي رسالة السلام، ورسالة السلام زي ما قرينا في القديس لوقا: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. الأرض السلام، نحن ممكن نقول على السودان السلام وبالناس المسرة، على كل بيت في السودان سلام وبالناس المسرة. شكرا. شكرا لك. بالتأكيد، وندخل مباشرة للحديث حول الاحتفالات لهذا العام. بالتأكيد احتفالات مصاحبة للأعياد في هذا العام. هذا العام طبعا من أشياء والاحتفالات المصاحبة، دائما الناس بتقوم بزيارات متبادلة في وقت زي كده في الاحتفالات كريسماس، وبعد ذلك بيكون في احتفالات ورقصات مختلفة بعد القداس. الناس بيكون في احتفال، الناس بتصلي فترة من فترات العبادة الروحية داخل الكنائس، وبعد كده بتجي فترة بتاع الاحتفالات الناس بترقص فيها رقصات مختلفة تراثية وبتعبر عن أفراحهم بأعياد الميلاد. الأثر الكبير من هذه الفقرة مظهر ونعكس مدى التعايش والاحترام لكل الديانات، فنتكلم في هذا الجانب قس لوكا. مدى التعايش، إحنا سودان واحد يضم الجميع، السودان بكل ثقافاته وبكل أطيافه، يعني إحنا بيوتنا مفتوحة لبعض وقلوبنا مفتوحة لبعض أيضا. نعم، إحنا طبعا في الفترة دي التعايش ما بين الناس، يعني ممكن امبارح مع الكنيسة الإنجيلية ببحري عملنا مسيرة مسمينا مسيرة ميلاد المسيح، وطلعنا من الكنيسة ونحن بنحتفل والناس اللي كان بيمشوا ورا المسيره مع مسيحيين فقط، كان في مسلمين معانا وماشيين مع بعض في المسيره دي. ولما نجي في اي محطه كلهم بيجي حوالينا بيستمعوا لنا وبنقدم رسائل بتاعه الميلاد ليهم وبيسمع بكل حب. ودي كان حاجه كويسه، ممكن في بعض الاماكن اخرى الحاجه دي ما متوفره. ونحن محظوظين كشعب سوداني، شعب طيب صحيح. وشعب مسالم لبعض.
ومتعايش أيضا مع بعض بكل مكوناته المختلفة، لأن السودان كبير فيه كثير من الديانات المختلفة، لكن بكل الحب يجمعنا السودان بالتأكيد. المطلوب من رجال الدين في هذه الأيام في ظل الظروف والأوضاع اللي بيعيشها السودان؟ طبعا في الفترة اللي احنا موجودين فيها دي يعني فترة فعلا بتختلف تماما من الفترات اللي فاتت، وانا عارف الشعب السوداني طول الوقت بيمر بضغوطات مختلفة، ضغوطات اجتماعية سياسية، ضغوطات مختلفة الناس بتمر فيها، لكن اللي نحن بنقوله ونحن بنحتفل بعيد الميلاد بنقول انه في رجاء وفي امل، في رجاء وفي امل. الله هو اللي اوجد الشعب في هذا البلد، نعم. هو قادر ان يغير هذا البلد. نعم، جميل جدا. احنا في انتظار طبعا انه نستمع مشاهدينا للترانيم بمناسبه اعياد الميلاد، نبارك من جديد للاخوان المسيحيين بمناسبه الاعياد المجيده. وايضا اكرر انه هذه الفقره تظهر مدى التعايش السلمي والديني واحترام كل الديانات، وان السودان الجميل والكبير بلا قبليه ولا عنصريه، قادر ايضا على ارسال رسائل محبة بشكل مباشر وواضح. أكيد لهذا الحوار بيكون عنده قيم، يعني قيم وتأثير كبير، يعني من خلال التلاقي، من خلال أيضا الاحتكاك المباشر قسلوكا. أيوة، القيم في عملية الحوار والتعايش ما بين الناس، في قيم أساسية نحن محتاجين كسودانيين عشان تدعم تعايش بيناتنا، منها قبول الآخر. قبول الآخر، يعني أنا أقبل الشخص اللي بيختلف عني في اللون، أقبل الشخص اللي بيختلف عني في ثقافة، أقبل الشخص اللي بيختلف عني في الدين. دي حاجة مهمة جدا، قيمة قبول الآخر دي قيمة مهمة جدا عشان تركيبة بلدنا التعدد الموجود فيها. نحن محتاجين القيمة دي. القيمة الثانية، نعم، محتاجين من المصالحة. يعني بتحصل مع احيانا بعض اشياء بتحصل في مجتمعاتنا، لكن المصالحه دي جزء من القيم اللي احنا محتاجينها، وجزء من القيم اللي احنا محتاجينها لقيمه بتاعت المحبه. حياه الحب هي الحياه بتاع المحبه، بتحسم كل الامر. عندنا في كورنثوس الاصحاح 13 بيقول المحبه لا تحصد، المحبه تتحمل، وكل ده لما يكون في حب بيعرف تتحمل الطرف الاخر، وده واحد من القيم المحبه والسلام فيما بيناتنا. نعم. شكرا لك القس لوجو بوليس. نحن بنختم يعني جود بترنيمه، وبالتاكيد بنكرر انه كل عام وانتم بخير وبالف خير في ظل التعايش السلمي وفي ظل الاعياد او العيد المجيد لاخواننا المسلمين. نعم، ونكرر بان السودان يسع الجميع، يعني بقلوب السودانيين الطيبه بغض النظر عن الواننا، بغض النظر عن معتقداتنا، في النهايه ده السودان. شكرا للشباب الجميلين طبعا، وأعياد مجيدة. شكرا قس لوكا، وتفضلوا. علشان ما انت تملك عليها جينا.
ليك شايلين همومنا، جينا ليك وانت ملكنا، جايين وشايلين لك قلوبنا، علشان ما انت تملك عليها. هللويا هللويا فوق أرضنا السلام. هللويا هللويا لولدنا مالك السلام. هللويا هللويا فوق أرضنا السلام. هللويا 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 لولدنا مالك السلام. هللويا هللويا فوق أرضنا السلام. هللويا 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 لولدنا مالك السلام. هللويا هللويا فوق أرضنا السلام. هللويا هللويا لولدنا مالك السلام.